We still stay in business with brutal dictators. We still fund regimes that move away from democratic norms. Tunisia at the top of the list. دبلوماسيون أمريكيون سابقون يطالبون الرئيس جو بايدن بوقف فوري للمساعدات التي تقدمها واشنطن للحكومة التونسية في ظل تحول طارئ نحو الحكم السلطوي بقيادة قيس سعيد. أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها. الشخصيات الأمريكية وجهت رسالة مفتوحة طالبت فيها بايدن بمراجعة سياسة إدارته تجاه تونس، معتبرة أن الوضع فيها خطير ومريع بعد تفكيك قيس سعيد المؤسسات الديمقراطية وترسيخ سلطته في البلاد دون ضوابط. نكتب إليك وينتابنا شعور بالذعر لما طرأ على تونس من تحول طارئ نحو الحكم السلطوي. كانت تونس في بداية عهدك آخر ما تبقى من قصة النجاح الديمقراطي، واليوم ديمقراطيتها تحتضر. ما سيحدث في تونس خلال الأسابيع الحرجة القادمة ستكون له تداعيات على المنطقة بأسرها، بما يؤشر للمنافسين مثل الصين وروسيا على أن مستقبل الشرق الأوسط يقترب أكثر فأكثر من رؤيتهم السلطوية. الرسالة وصفت إجراءات قيس سعيد في يوليو عام 2021 بالانقلاب، ونددت بقمعه المعارضين من كافة التيارات ووصفه إياهم بالسرطان والخونة واعتقالهم وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية. هذه الخلايا السرطانية اللي بد من الكيمياوي ربما للقضاء عليها. سجن قيس سعيد معارضيه من كافة الطيف السياسي بما في ذلك زعيم النهضة راشد الغنوشي وزعيم التيار الديمقراطي غازي الشواشي وقادة جبهة الإنقاذ الوطني شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وآخرين. لا ينبغي للولايات المتحدة مكافأة مثل هذا السلوك بالمساعدات والقروض والإشادة والتقاط الصور التذكارية. أكدت رسالة الدبلوماسيين أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في دعم الانقلاب على الديمقراطية التونسية، مستشهدة بإغلاقه أبواب البرلمان التونسي أمام أعضائه المنتخبين. ينبغي أن تقوم الولايات المتحدة على الفور بتعليق كافة المساعدات الأمريكية للحكومة التونسية، فهي ملزمة بالقانون بأن تفعل ذلك بعد وقوع انقلابات عسكرية أو انقلابات مدنية يلعب فيها العسكر دورا حاسما. وهذا ما حدث في تونس عندما قام الجيش بإغلاق أبواب البرلمان المنتخب ديمقراطيا. لو كانت الولايات المتحدة جادة حقا بشأن تعزيز الديمقراطية حول العالم، فلابد أن تبعث بإشارة مفادها أن الانحراف عن المسار الديمقراطي له تكاليف حقيقية. الدبلوماسيون الأمريكيون طالبوا الرئيس بايدن بفرض عقوبات ماغنيتسكي على قيس سعيد وعلى من يمكنونه بمن فيه وزراء الداخلية والدفاع والعدل، وألا توفر أي أموال أو تدريب أو معدات لهذه الوزارات طالما استمرت بالتنكيل بالصحفيين والمعارضين. نعتقد بأن مثل هذا الضغط المستمر يمثل أفضل طريق ممكن لوقف تحول تونس نحو السلطوية، كما أنه يبعث بإشارة للمعارضة وكذلك إلى التونسيين العاديين الذين باتوا يخشون البوح بما في نفوسهم بأن الولايات المتحدة تراقب ما يجري وأنها لن تمول ما يمارسه النظام من قمع. داء السلطة والاستبداد الذي يعاني منه سعيد يدمر البلاد والعباد ويقضي على ما تبقى من حلم الشعب التونسي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ماذا يريدون بالحريات؟ هو التسلل إلى الدولة وضربها من الداخل. وهؤلاء الذين يتبقون على حرية التعبير، هؤلاء ليس لديهم حرية التفكير بل هم مرتزقة.